مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عن اخر اخبار عالم الام سي يو وفيلم ثور 4 اللي هو ثور لاف اند ثاندر وفيلم دكتور سترينج 2. فمن غير كلام كتير هنبدأ. طب اول خبر معانا وهو خبر غير مؤكد، بس الخبر بيقول كالتالي: ان هي الشخصيه الوحيده اللي هتظهر من الاكس مان بالشكل الانيميشن في العالم بتاع الانيميشن لدكتور سترينج وامريكا تشافيز هيدخلوه. على حسب الصوره اللي نزلت قبل كده، الشخصيه الوحيده اللي هيقابلوها هتكون هي الشخصيه بتاعت سايكلوبس، وهنا زي ما انا ما قلت الشخصيه الوحيده من الاكس مان اللي هتبقى انيميشن. انما بالنسبه للشخصيات بتاعت الاكس مان العاديه زي بروفيسور اكس واحتمال لوجان او بقى بقيه الفريق بتاع الاكس مان بشكل عام، فانا ماليش علاقه بيه. انا دلوقتي بتكلم عن العالم بتاع الانيميشن. التسريب بتاع كده بيقول ان الظهور الجاي في عالم الام سي يو لشخصيه سبايدر مان بشكل عام هيكون سبايدر مان نسخه اندرو جارفيلد او نسخه توبا ماجواير مش توم هولاند. عندنا بعد كده منتجه من عالم مارفل اسمها ريتشي بالمر صرحت واكدت ان دكتور سترينج وسكارلت ويتش يعتبر هما من اقوى شخصيتين في عالم الام سي يو، وده ممكن يكون تلميح منها على ان الاثنين ممكن يحصل بينهم فايت سين او مواجهه او اي حاجه من الحاجات دي في فيلم دكتور سترينج 2. واللي بالمناسبه برضو انا حاسس ان هو في الفيلم بتاع دكتور سترينج 2 احتمال نشوف فعلا فايت سين بين دكتور سترينج وواندا ماكسيموف او سكارلت ويتش، وممكن تكون هي فعلا سكارلت ويتش بتاعت عالم الام سي يو هي اللي يحصل بينها وبين دكتور سترينج فايت سين، وممكن تكون سكارلت ويتش بس نسخه تانية فاريانت زي النسخه اللي قلت لكم عليها كان اسمها لورا واللي اتقال ان هي موجوده برضو في فيلم دكتور سترينج 2، واحتمال تكون هي واحده من الاثنين اللي ظهرت في اعلان دكتور سترينج 2. عندنا بعد كده تسريب، والتسريب ده اتاكد بعد كده، والتسريب ده بيقول ان مده فيلم دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس او دكتور سترينج 2 هتكون ساعتين 28 دقيقه، والكلام ده من فتره لسه متاكد. عندنا بعد كده في لعبه ليجو تعتبر هي لسه نازله لفيلم ثور 4 او ثور لافان ساندر، واللعبه دي باسم اتاك اون نيو اسجارد او الهجوم على اسجارد الجديده، لان زي ما احنا عرفنا تعتبر مدينه اسجارد تعتبر هي اتدمرت في فيلم ثور راجناروك، والكلام ده اتاكد في فيلم افنجرز انفنتي وور وافنجرز اند جيم. عندنا بعد كده في اشاعه بتقول انه احتمال ظهور شخصيه ذا ووتشر اللي احنا شفناها في مسلسل وات اف في فيلم دكتور سترينج 2، وان هو ممكن يتدخل في بعض الاحداث اللي هتحصل في الفيلم. عندنا بعد كده ممثل بروس كامبل اكد ان هو صور مشهد في فيلم دكتور سترينج 2 وقال كالتالي: انا عملت مشهد حلو في الفيلم مع شخصيه محبوبه من سنين، وهنشوف الفيلم هينتهي ازاي، والشخصيه المحبوبه دي من سنين على حسب وجهه نظري هتكون هي شخصيه سبايدر مان نسخه توبا ماجواير، لان هي دي الشخصيه الوحيده من عالم الام سي يو او عالم مارفل بشكل عام هو اللي ظهر فيها وفي افلام سبايدر مان بتاع توبا ماجواير الثلاثه. التسريب اللي بعد كده بيقول انه في لحظه معينه في فيلم دكتور سترينج 2 هنشوف فيها ذا ووتشر هيحبس سكارلت ويتش او واندا زي ما حصل لدكتور سترينج في المسلسل بتاع وات اف، ولما يحبسها في فالور زي كده هي تقدر ان هي تخرج منها بسهوله. ولو تلاحظوا انا لسه من شويه قايل انه في احتمال لظهور شخصيه ذا ووتشر في فيلم دكتور سترينج 2، والتسريب ده نزل بعديها، ففعلا الكلام ده ممكن يحصل. ولو تلاحظوا برضو في الاعلان التي في سبوت كان في فعلا مشهد لواندا او سكارلت ويتش وهي محبوسه في مكان كله مرايات، وده فعلا ممكن يكون بعد ذا ووتشر هو حبسه فيها. كان في اخبار لسه نازله من فتره وكانت منتشره جدا قاعده بتقول ان شركه سوني بتخلي الكتاب بتاعه الافلام اللي جايه يقتلوا سبايدر مان نسخه توبا ماجواير، وبيحاولوا يخترعوا اي طريقه عشان يعمل بيها ساكرفايز او تضحيه بشكل بطولي، يعني على سبيل المثال مثلا يضحي بنفسه قدام سبايدر مان نسخه توم هولاند، او مثلا ممكن يموت قدام ام جي وهو بيدافع عنها، او اي حاجه من الحاجات دي. انا سمعت كميه سيناريوهات رهيبه مبنيه على الخبر ده من ساعه ما نزل، بس انا من وجهه نظري ما اعتقدش ان هم ممكن يعملوا الحركه دي دلوقتي، لان يعتبر سبايدر مان نسخه توبي ماجواير ونسخه اندرو جارفيلد يعتبروا الاثنين اكتر شخصيتين لو ظهروا ككاميو في اي فيلم هيخلوا الفيلم دوت يعدي وينجح، والدليل على كده سبايدر مان نو هوم. فما اعتقدش ان هم هيموتوه بالسرعه دي، او هيموتوا يعني بمعنى صح عامل رئيسي في جني الارباح او جني الفلوس. عندنا بعد كده ممثل اليساندرو نيفولا اتاكد ان هو الفيلن في فيلم كريفن ذا هانتر. عندنا بعد كده في صور متسربه من كواليس سيكريت انفيجن تعتبر هي لسه نازله. عندنا بعد كده صور اوليه تعتبر هي لسه نازله من كواليس تصوير فيلم انت مان 3 اللي هو انت مان عن زواج كوانتمانيا. عندنا كتاب مسلسل لوكي الجزء الثاني صرحوا ان هو هيبقى فيه ريليشن شيب او علاقه حب بين لوكي وسيلفي هتبقى مكمله في السيزون الثاني او الجزء الثاني من مسلسل لوكي، بس هما مش عارفين العلاقه دي اخرها لحد ايه، او من الاخر كده مش محددين نقطه نهايه للعلاقه دي. عندنا بعد كده ممثل بارك سو جون انضم رسميا للكاست بتاع فيلم ذا مارفلز، ولحد دلوقتي ما تحددش الدور بتاعه. عندنا في كذا برومو ارت لمسلسل مون نايت يعتبر هما لسه نازلين بشكل رسمي.
عندنا في كونسبت ارت يعتبر هو لسه نازل برضه من فتره بشكل رسمي من شركه مارفل نفسها، والكونسبت ارت دوت كان موجود فيه ديد بول وهو بيحارب شخصيه اسمها بروكسيمال ميد نايت، ودي واحده من البلاك اوردر اللي كانوا مع سانوس في انفينيتي وور واند جيم. الكونسبت ارت دوت من فيلم تشانك تشي، المفروض الاثنين دول كانوا هيحاربوا بعض بدل ابومينيشن ووانج اللي هم انظروا في فيلم تشانك تشي، والنقطه دي لو كانت حصلت فعلا كان هيبقى في مشكله، لان احنا ساعتها ما كانش المالتي فيرس لسه اتفتح، وكانت هتحصل مشاكل زي ان هو ازاي ديد بول هيظهر من عالم فوكس في عالم الام سي يو كده فجاه، وكان هيبقى فيه تساؤلات كتيره جدا. بس هو تقريبا شركه مارفل لسه منزله الكلام ده من قريب كتلميح مثلا على ان شخصيه ديد بول موجوده في عالم الام سي يو، وممكن تلميح برضو ان هو موجود في دكتور سترينج 2، لان اللي انا شايفه برضو من وجهه نظري ان هو الشخصيه دي لو كانت فعلا هتظهر في شانج تشي ما كانش هيبقى ليها سبب منطقي ان هي تظهر في عالم الام سي يو، لان زي ما انا لسه قايل المالتي فيرس ما كانش لسه اتفتح. انما فيلم دكتور سترينج 2 اللي هو على حسب ما اتقال بشكل رسمي هيحتوي على اكتر من كاميو، فده فعلا ممكن يكون سبب منطقي لظهور ديد بول. عندنا بعد كده خبر غير مؤكد بيقول ان شركه مارفل شغاله على مشروع باسم ثاندر بولتس، بس الكلام ده لحد دلوقتي لسه ما اتاكدش. وبالمناسبه برضو كان من فتره قريبه في ممثل اسمه ويليام هارت اللي هو كان عامل الدور بتاع العميل روس في عالم الام سي يو هو يعتبر لسه متوفي، فما نعرفش شركه مارفل هتعمل ايه بخصوص الشخصيه دي او بخصوص تقديم شخصيه ريد هالك بشكل عام. عندنا بعد كده اشاعه بتقول ان شركه مارفل شغاله على مشروع برضو باسم شيلدرن كروسيد، وده يبقى مستوحى من الكوميكس اللي هي برضو بنفس الاسم. عندنا في تسريب بيقول انه في احتمال لظهور شخصيه بروس بانر او هالك في المسلسل بتاع مون نايت، وغير معروف لحد دلوقتي في انهي حلقه بالظبط. عندنا في اشاعه بتقول ان مسلسل دكتور دوم اللي هينزل على ديزني بلس هنشوف فيه فيكتور دوم بيحاول ينقذ والدته او امه من مافيستو، وفي الاخر هنلاقيه بيفشل وهيبقى مضطر ان هو يروح لدكتور سترينج ويطلب مساعدته ساعتها. عندنا في 3 صور رسميين لمسلسل مون نايت ظهر فيهم ال3 شخصيات الرئيسيين اللي هيظهروا في نفس المسلسل، واللي هما ستيفن جرانت ومون نايت ومستر نايت. عندنا ممثل نيكولاس كيج رد على التصريحات واشاعات ظهوره بشخصيه جوست رايدر في فيلم دكتور سترينج 2، وقال تاني ان انا متاكد ان هيبقى ليها قيمه كبيره في رجع السعاده للناس، وهنا قصده يعني ان هو يعني لو رجع للشخصيه دي تاني، وده فعلا ممكن يكون تلميح منه. عندنا في بوستر رسمي لفيلم دكتور سترينج 2 تابع لشركه امازون. عندنا في صوره متسربه من مسلسل شي هالك غير معروفه هي حقيقيه ولا فيك، بس قلت ان انا اعرضها. عندنا في تسريب بيقول ان هو الممثل مايكل دوغلاس هيلعب دور شخصيه يلو جاكيت من الكون 616 ويظهر في فيلم دكتور سترينج 2، بس هيظهر كهولوجرام، وهو المفروض هيكون ساعد شخصية توني ستارك في صناعة الدرونز، والاتنين المفروض برضو هيكونوا نجحوا في تصنيع جيوش الترون تكون مسالمة على عكس فيلم افنجرز ايج اوف الترون. عندنا شركة ديزني اعلنت عن مشاريع مارفل اللي جاية او اللي هتنزل خلال سنة 2022، والتوريخ دي كالتالي: مسلسل مون نايت في شهر مارس، ومس مارفل في يونيو، وشي هالك في موسم الخريف، ومسلسل وات اف 2 او الموسم الثاني غير محدد، بس هو من فترة قريبة اتأكد ان هو هينزل سنة 2022، والكلام ده من ناس شغالة في مارفل. وعندنا مسلسل سيكريت انفيجن وغير محدد لحد ميعاد نزوله. عندنا في شويه تصميمات ترويجيه لمسلسل شي هالك تعتبر هي لسه نازله بشكل رسمي. عندنا في شويه فيديوهات متسربه من مكان تصوير فيلم كريفن ذا هانتر. عندنا في خبر غير مؤكد بيقول ان توبي ماجواير هيبقى ليه ظهور في الفيلم بتاع سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، بس بارت 2 مش بارت 1، وفعلا لو هو ظهر ساعتها هيبقى الحوار سهل جدا ان هما يقدموا شخصيه مايلز موراليس من عالم سوني لعالم الام سي يو. وبالمناسبه برضو ده ودينا الخبر تاني ان هو ممثل ويل سميث من فتره قريبه برضو طلع وصرح بالكلام دوت، قال له ان هو ابنه اللي هو جيدن سميث يعتبر هو قاعد بيتدرب وبيظبط جسمه يعني عشان هيعمل بطوله فيلم يعتبر هيبقى مبني عليه مرحله كامله او حاجه زي كده يعني. فكده ده تلميح بشكل رسمي انه ممكن يكون جيدن سميث ابن ويل سميث هيلعب الدور بتاع مايلز موراليس على حسب التسريبات اللي قاعده بتنزل دلوقتي. التسريب بعد كده بيقول انه اول ظهور لشخصيه بليد هيكون في مشروع وير وولف باي نايت اللي هو على حسب ما بيتقال احتمال ينزل في خلال السنه دي. عندنا في صور لسه نازله من كواليس فيلم سور 4 او سور لافان ساندر. بس
الخبر بعد كده خبر رسمي وبيقول كالتالي ان هو المخرج شون ليفي هيخرج فيلم ديد بول 3 اللي هو داخل عالم الام سي يو. وكان في اخبار قاعده بتقول ان هو الممثل هيو جاكمان احتمال يساعد في ان هو يخرج الفيلم برضه معاه، والكلام ده لو حصل فممكن نشوف كاميو لولفرين او لوجان، وده توقع مني. عندنا مجله امباير تعتبر هي لسه من فتره كانت بتتكلم عن دكتور سترينج 2 وكان ليها شويه صور من خلال الفيلم زي ما عملوا مع سبايدر مان وي هوم. من ضمن الصور دي اللي حطوها في المجله كان صوره للساند دبل وهو لابس بدله بتاعت السي جي اي وهو واقف قدام العبايه بتاعت دكتور سترينج. وعلى حسب موقع اي ام دي بي الشخص ده اسمه دان براون او دان براون مش هتفرق، وهو كان مشارك في فيلم ايرون مان 3 وكان عامل دور بوت او الي يعني بمعنى صح. وهنا على حسب ما بيتقال احتمال يعمل الدور بتاع الترون في الفيلم برضه بتاع دكتور سترينج 2، وكان في ناس كانت بتقول ان هو ده ممكن يكون الفاريانت من ايرون مان ان هو يعني هيعمل الحركات بتاعته بس النقطه دي مش داخله دماغي قوي، لان توم كروز لو هيعمل الدور بتاع ايرون مان فاكيد هيبقى لابس البدله بتاعت السي جي اي عشان يحطوا البدله عليه، مش هيحتاج ستاند دبل وهو ماشي على رجله. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش. وبيس.